ابن حزم هو علي بن احمد بن سعيد القرطبي الامام الفقيه عالم الاندلس في عصره واحد ائمه الاسلام المشهورين من مؤلفاته المحلى وجوامع السيره والاحكام في اصول الاحكام والفصل في الملل والاهواء والنحل وغيرها كانت له ولابيه من قبله رئاسه الوزاره وتدبير المملكه فزهد فيها وانصرف الى العلم والتاليف توفي رحمه الله سنه ست وخمسين واربعمائه من الهجره